اول خطوه هي تنظيف ديال البشره. انا كنستعمل هاد لابوس هادي اللي زوينه بزاف وشحال من عام وهي عندي يعني نافعاني بزاف في التنظيف، خصوصا ملي كنكون دايره ان فون دو طون كتنفعني بزاف. المهم هنايا انا كنستعمل هذا ديال نوتروجينا، غادي ندير حتى العنق. غالبا ملي كندير سوا الفيزاج وما كنصوروش كندير حتى الديكولتي في الصيف، لان هاد البلاصه هادي هاد لابارتي البنات كيبان فيها لاج. غادي تلاحظوا اون فام في لي 60 ولا لي 50 الا ما كانتش كتهلا في هاد لابارتي ديال الديكولتي، فالا كانت لابسه اون روب كي العنق والديكولتي كيبين بزاف لاج ولا بو كتراهل بزاف، سورتو الا كنتي كتعرضيها لاشعه الشمس. حركات دائرية، ركزوا على هذه المنطقة ديال حول الفم. بزاف ديال البنات كيعانيو من سميرر هاد المنطقة هادي، غادي ديرو مزيان القماش وحتى الماسك ديما نسد فمي باش نقرب المنطقة الشفتين باش ما كيبقاش يبان هذاك الفرق. مقشر خفيف، الحبيبات ديالو راه رقاقين. ما تنساوش التقشير ديال الشفاه. انا هنايا عندي غير الفازلين خلطها مع السكر، سكر البيض او السكر الاشقر حسن كاع الا كان عندكم السكر البني. مهم السكر البني زوين بزاف وما كيجرحش لابو، كيديروه كيخدموا به بزاف لي كوماج. مهم هذا كافي جدا. مشيت لسيفورا اثنين والبارح وجربت هذاك ديال لانيج، داك الماسك اللي كيديروه الشفاه كتخليه الليل كامل. صراحه كنت باغا ناخذو من بعد بان ليا عادي. المهم دابا نشوف واحد المعلومه بغيت نتقاسمها معكم مع حدي في هذه المرحله ديال التقشير، وهي البنات التقشير حنا عندنا كمغربيات كنستعملو الكيس المغربي زوين بزاف. كنشوف بزاف ديال البنات كيقولك لا ما كنديرش الكيس الوجهي. باغ كونطخ البنات راه في 2016 كنت كنتفرج واحد دوكيمونتيغ كتهضر على واحد سوان فيزاج اوريونتال كيدير ب 500 يورو. شنو دارت ليها؟ دارت ليها الكيس، بدات كدير ليها بشويه بحال هكا. من بعد في الاول دارت لها صابون البلدي، واحد صابون البلدي لي زوين باينه لا كاليتي ديالو زوينه، سيغتانمون غادي يكون ديال اللوز ولا شي حاجه. ومن بعد دارت ليها الكيس، بقات كدير ليها هادشي في اسبا ديال واحد البالاس في باريس. ومن بعد دارت ليها لاغجيل يعني داكشي ديالنا، ودارت ليها واحد الماسك ديال العسل الحر مع زعفران، المهم شي حاجه بحال هكذا. الوغ كو بزاف ديال البنات كنلقاهم دابا تيقول لك لا انا ما كنديرش الكيس الوجهي والكيس ما كيدارش الوجه. سي البنات راه واش البيلينغ ما كندير راه حتى راه بيلينغ كيميك راه اكثر من يعني من وكيديروه. انا بالنسبه ليا انا يعني كندير شويه الكيس مره لوجهي، مره في 15 يوم سورتو انا من البشره ديالي كتقشر بزاف وكدير ليا يعني كدير ليا قشور وعندي ان اكسيد سيبوم في لازون دي. ولكن شوفوا هذا غير ديال الوجه رطب، كنت خديته من المرجان حتى هو ما عرفتوش المرجان ولا اسواق سالم ما نكذبش عليكم هذا ما عقلش، لان كنت خديت بزاف ديال هادشي ديال الصابو البلدي والكيوسه. هذا غير ديال الوجه كنستعملو غير لوجهي كيكون رطب وغير بشويه كنبقى كنتبع. هذا هو التقشير ديال بصح البنات، هذا هو التقشير كتحيد ليا كاع هذاك القشره الفوقانيه خصوصا في النيف في الجبهه هنايا العنق
غير بشويه البنات هذا راه هو تقشير الحقيقي، غير هو الكيس كيكون بوحدو كيكون رطب. عندي ديال الجسم حرج، ديال الوجه خاصو يكون ضروري. كنخلي هاد لا ماشين ديال الفاب قدامي باش كل مره كنحس بلا البشره ديالي بردات كندير كنشعلها وكنعاود كنسخن البشره ديالي وباش نحل لي باغ. صافي هنايا غادي نبدا جوج ديال، من الاحسن تخدموا بمشواق على قطن كيجي ساهل. صافي كنبدا. شوفوا شحال ديال لي بوانوار البنات، هاد الشيء غير ملي كنتهلا في وجهي وداك الشيء. عندي بزاف ديال الكسيت سيبون في هاد البلاصه هادي. شوفوا كنخدم بارتي باغ بارتي باش ما نجرحش وجهي. شتو بلا لي بوان نوار اللي لاصقين ليا في المشوار. لا بومي كتكون من تنديروا لها الحراره مزيان وكتكون مقشره كيطلعوا لي بوانوار كيجيو ساهلين في التحيير. شفتوا البنات وها هما باقيين لي بوانوار هنايا وماشي بزاف باش درت سوان دي فيزاج. وتخيلوا معايا هاد لي بوانوار كيفاش غادي يبانوا مع الفون دو طون، غادي يبانوا حاتم. وعاد لا ديت راه متبعه ان ريجيم، ما كناكلش اي حاجه يعني الدهون غير صحيه باش ما نغلطكمش، الدهون غير صحيه ما كناكلهمش. شفتوا البنات شحال ديال لي بوانوار لاصقين ليا في لو، علاش الصيف خاص سوان فيزاج كثر، في البرد ما نظنش كان غادي يكونوا فيها هاد لي بوانوار كاملين. شوفوا البنات شوفوا. من دوك الدهون ودوك الاوساخ اللي حيت من وجهي، واحد البنت قالت لي عيفتيني، قالت لي عيفتيني ملي في لا فيديو خلات لي كومونتير. بغيت نقول لك هاد لي بوان نوار هي عباره عن تراكم دهون في هاد المنطقه هادي، وهذاك الاكسيد سيبوم اللي كيكون من الداخل فكيتاكسد حتى هو وكيدير دي بوان نوار. هذا مكان، هذا عباره عن دهون زائده، هو الشكل ديالهم اللي ما زوينش، ولكن شي حاجه طبيعيه اللي اغلبيه ديال الناس عندهم. صافي غادي نغسل وجهي. الماسك اللي غادي تشكروني عليه اللي درتو معكم ديال الشوفان، تقدروا تستعملوه كمقشر وتقدروا تستعملوه غير باش يعطيكم ليكلو، يعني تقدروا ديروه كماسك وتقدروا ديروه كماسك وتخليوه تينشف وتقشروه. المهم المكونات ديالو ساهلين، راه غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. شوفوا البنات غير هذه الكميه بهاركه كيبقى 10 ايام في الثلاجه ما كيخسرش، كينفعني بزاف. وهاد العام ما غاديش نتبرونزا لان العام اللي فات مع كتعرفوا هاد العام اللي فات كان كوفيد وما كانش يعني كتعرفوا كان الملل، فكنت كنتبرونزا بزاف تنبقى في الشمس. والعام اللي فات خرجوا ليا دي طاش في لابو ديالي وخفت البنات ما مشاو ليا دوك لي طاش بزز. فهاد العام ما غاديش نتعرض لاشعه الشمس. البنات شفتوا ملي حيت الماسك ديال الشوفان لابو كتولي
كتشعل لا كاميرا ما كتبينش مزيان، ولكن في المرايا وجهي فريمون كيشعل. شفتوا؟ المهم هنايا غادي ندير واحد الماسك ديال ليكلا ديال الفيتامين سي، تا هو شويه تيفتح فردو منو البال. بالنسبه للبرونزاج غير كنأكد هاد لي سوان دو فيزاج اللي كنديرو لكم في الصيف. انا عارفه بزاف ديال البنات دابا كيعجبهم البرونزاج في هاد الوقيته. هاد الماسك ديال واحد لا مارك سميتها بيكسي، شريتو غير من لندن دراكس، فيه لا فيتامين سي، كتجي معاه هاد السباتول هادي كاينه كتغسليها وكتلصقيها هنايا. شتو البنات كنهز غير لا كونتيتي اللي كنحتاج. كنوريكم دابا غير لا كونسيستانس ديال الماسك كي دايره. كنهز غير لا كونتيتي اللي كنحتاج، كنديرها هنايا في يدي، كنسد الماسك باش كنحافظ عليه. اسمحوا لي نيفيتي هكني. صافي هنايا غادي نبدا كنابليكي هذا الماسك. هذا نبدا بالعنق ديالي صافي البنات. هنايا كيف ما شفتوا غادي نخليه حتى غادي ينشف ليا على وجهي مزيان وغادي نغسلو. بما انني باقا ليا الخدمه، عندي واحد لابيل فيديو ومن بعد غادي نخرج على واحد الغرض، فضروري غادي ندير اكران لانني دايره سوان دو فيزاج. دابا لابو ديالي راه رقيقه وادغاتي، تقدر تشد فيها الشمس، ضروري كنخاصني ندير المودلاج. غير شويه ديال الزيت ديال الاركان، ما غاديش ندخل الكوزينه طبعا، ولكن غادي نخرج للزنقه. وخا الغيام من الاحسن ندير اكران باش نحمي البشره ديالي. صافي غادي ندير ليكرون مزيان وجهي، وغادي ندير واحد الميك اب اللي غادي نوريكم دابا. مين كيكون ضروري خاصني نخرج من بعد ما درت سوان دو فيزاج، غادي نوريكم الميك اب اللي كندير. بيان سور ما ديروش فون دو تان من بعد، انا هاد الايام كامله اللي جايه ما نديرش فون دو تان، حتى الا كنت خارجه عاد كندير. كنت معروضه شي حاجه شي حفله عاد كندير الفون دو طون. صافي هاد ليكرون زوين ديال كلارنس، غادي ندير ليكم فيديو ونهضر ليكم على لي زيكرون تانتي و لي زيكرون العاديين والتجربه ديالي مع بزاف ديال لي مارك اللي استعملت. ولكن هاد كلارنس زوين بزاف، شفتو ما كيبانش ترونسبارون. صافي كحول العينيه، ومن بعد غادي ندير ماسكارا ديال اسانس. صافي ومن بعد غادي ندير شعكر. شوفوا هاد لاكولور شحال كتحمق وكريمي ديال سيفورا. اول مره جرب شعكر ديال سيفورا نيس ديالهم. شوفوا لا شوفوا البنات كيفاش داير الداخل، فريمون غير شفتو من بعيد عجبني. كيدير شي 150 درهم، ثمن مناسب وزوين بزاف ما كينشفش، وزوين واحد الكولور زوينه شفتو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، او ميم طون استفدتوا من هاد لا فيديو. كنشكركم على المشاهده.